بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندك شيب مبكر، لو عندك جربتي كل الحنات وكل الصبغات وما فيش تغطية كويسة للشعر الأبيض، وكمان الصبغة بتنشف لك شعرك وبتزود لك كمان الشعر الأبيض، النهاردة جبت لك معايا الحل عن تجربة. ولو كمان ما عندكيش وقت تصبغي شعرك برضو جبت لك معايا الحل عن تجربة، فيه كل الحلول بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه هو الحل؟ الحل هو بايجن هير كولر كونديشنر. البايجين يا جماعه، اولا هي صبغه يابانيه، اول ميزه فيها ان هي طبيعيه. بصوا مكتوب ويز ناتشر هيربس او بالاعشاب الطبيعيه، ومكتوب تحت اهو بالاعشاب الطبيعيه. ما بتنشفش الشعر، ما بتزودش الشيب. ميزتها بقى المهمه قوي ان هي في خلال 5 دقائق بتكون صبغت لك الشعر وغطته لك تغطيه كامله، الشعر الابيض تحديدا. انا جربت انواع كتير من الصبغات ما كانتش بتبقى مكتوب عليها تغطيه للشعر الابيض، ما كانتش بتغطي الشعر الابيض ولا حاجه. هقول لك دلوقتي طريقه الاستخدام، بس خليكي معايا كده وصلي على النبي واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو بتتفرجي معايا عليا من الفيسبوك شغلي معاكي زرار اشتركي معايا في الصفحه. هنا طريقه استخدامها عامله ازاي؟ بقول لك من اعشاب طبيعيه ما فيهاش ميه اكسجين، مش هتاخد معاكي وقت غير 5 دقائق في الصبغه، وهقول لك ازاي تستخدميها عشان تحصلي منها على افضل نتيجه. بتاخد 5 دقائق بس في صبغ الشعر، ثابته جدا بقى، اللون بتاعها ثابت جدا جدا جدا، ما بيطلعش انت بتشوفي الشعر الابيض ده اللي هو الجديد اللي طلع، لكن هي اللون بتاعها ما بيروحش. فخلي بالك عشان ما تجيش معاكي على الملابس بتاعتك، مش هتطلع الصبغه مهما غسلتيها مش هتطلع. طيب تعالي شوفيها كده من جوه عامله ازاي. من طبعا بنختار اللون البني علشان نخرج من خلاف العلماء في استخدام اللون الاسود. انا بختار بجيب اللون البني، تمام. هو في منه درجات كتير. هي كانت هي سعرها بحوالي 95 جنيه بس بتقعد معاكي فتره طويله، يعني ممكن على حسب درجه الشيب. انا موعد تقعد معايا من 4 لـ5 شهور، فهي بالنسبه لك كده يعني موفره جدا. معايا هنا ايه، هي عباره بتفتحيها كده العبوه بتلاقي عباره عن ايه، عن المنظر اللي حضرتك شايفاه ده، هوت ان هي عباره عن انبوبتين وفرشه. بتاخدي اول انبوبه تحطي حواليكي ازاي بقى بنستخدمها، بتيجي بقى على الفرشه بتاعتها اللي هي جايه مع العبوه، بيبقى جاي معاها غالبا جوانتي، وبتبتدي ان انت تحطي من اول انبوبه دي في اول خانه في الفرشه، ومن تاني انبوبه في تاني خانه من الفرشه، وتبتدي تمشطي بيها الشعر الابيض اللي عندك. تمشطيها تكرري العمليه كذا مره لحد ما تغطي الشعر الابيض تغطيه كامله. تكرري، اهم حاجه بقى، اهم خطوه ان انت هتكرري العمليه دي لما الفرشه بتاعتك تفضى، هتقومي حاطه تاني في اول، من اول انبوبه في اول مسار ومن تاني انبوبه في تاني مسار، وتغطي بيها الشعر الابيض لحد ما تغطي الشعر الابيض تغطيه كامله، وتستني 5 دقائق. لو عايزه تضمني تغطيه ممتازه 100% استني اعملي يعني ممكن تحطيها ربع ساعه ودي من عندي، لكن هي 5 دقايق بتجيب معاكي النتيجه اللي انت عاوزاها واحسن. بس انا عشان ابقى واثقه 100% ان هي اتغلغلت في الشعر، ولو في حته انا مثلا مش مغطيها كويس فبسيبها على الشعر ربع ساعه. يفضل تدهني برده راسك، مش راسك اللي هي الجبهه بتاعتك يعني قرطك، بكريم، باي كريم عندك علشان ما تصبغلكيش جبهتك يعني، لان هي قويه جدا. ربع ساعه بتغسلي شعرك، اولا ما بتنشفش الشعر تغطيه كامله، سريعه جدا، ما يعني ثابته جدا، اللون ثابت جدا ما بيطلعش، مفعولها جبار بصراحه. انصح اي حد عنده شيب مبكر او حتى عنده شيب متاخر انه يستخدمها. وبالنسبه لسعرها، هي سعرها كويس جدا بالنسبه ان هي بتقعد معاكي من 4 لـ5 شهور، ممكن 6 شهور حسب كميه الشعر الابيض اللي عندك. انت ممكن تستخدميها مره كل 3 شهور، فممكن تقعد معاكي بال6 شهور وال8 شهور على حسب يعني الشعر الابيض اللي عندك وحسب كميته وحسب طول شعرك، لكن هي بتقعد اقل حاجه من 4 لـ5 شهور. فبالتالي انت بتتكلمي في مبلغ بسيط جدا، تصبغي شعرك في بيتك بايدك بماده انت واثقه فيها وعارفه. وطبعا ما بايجن دي ياباني، فانت معروف اصلا المنتجات الياباني لا يعلى عليها، يعني ما شاء الله حاجه فعلا تحفه وممتازه ومش مضره للشعر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس، واشتركي في صفحه الفيسبوك لو انت بتتفرجي عليا من الفيسبوك، ونقول مع بعض كفاره المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.